الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته الراشدين وعلى الداعين بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا ليا الكسو دوادا مؤتمر كيني سغالاد وإذن سوق من قابيين مركز كالتوفيق إسلامي سنتر مانتا وآه مالنتي سدحاد محاضرة نواتي لباد عيوانك محاضرة وحاويان دركة جندا وحاينوسو جيرين دونا شيخنا شيخ محمد عبدي أم الفل، يتفضل مشكورا مأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر الإخوة والأخوات، موضوع كلمة أمام محاضرته وحويان حياض الجنة. حياض الجنة، حياضك وبمعنى حوض، حوض كان وحل إلى ذاك يقض الصومالي قاعه در ايالي لها حياض مركي تهينا درر بالي لها بمعنى وحويان وميشا حولها لقعبه وحنو جدا بيها لقعبه بيها لقود دياريو كدبنا حوله يمادان اي كعبة اما وبيق الصعودة أما إيش بيها الصعطة ماشى لقى أروره بيها لقى عبو أي الدر لو يقنا، لكن معناها سي هذا معناها لو لتشي ما معناها شرعا حياض لو لتشي ما حوض لو لتشي ذا وحويان وبيو صفوين يتلمام خاصة له وآخر كديار سن ولا كعبي دونه ضد خاصة كعبي دونان ضدنا لوديد دونه تاسع وحلو يقنا حياض أما حوض الجنة. حوض ك وحل سويدين يا دركا شنده كو ياله ee laga cabayo ma nabigeenu khaas ku yahay salaatu rabbi wa salaamu alayhi oo umadiisa bas oo ba ka cabi doonto mise nabiyadu nabi walba hawd buulee oo umadiisu ka cabi doonto
ومسألة علماء الكوكا لا أركتي بدليهين لكن حديث باكو صاروري نبي صلوات ربي وسلام عليه لقورنا حديث سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه وأرضاه وحاوي النبي صلى الله عليه وسلم ريان مقلي أو رهية إن لكل نبي حوضا النبي كستوح إليه حوض بليه آخر وحوض إليه در إساق قوني وآه مركز النبي صلى الله عليه وسلم وسلام عليه وحرجيني إن أنيق النبي محمد النقضة مدك وقدت بدن ضدك حوضك كسو أرورية إيمانية كعبية مدك أقوب بدن إن النقضة أيا رجيني وإني لأرجو أن أكون أكثر منهم واردة مركا سيدا الصحة أوحوي حوضك خاصك معها النبي قلنا صلوات ربي وسلام عليه حياض بدن نواتشران لكن صفاتك أولي هي حوض كالنبي صلى الله عليه وسلم ومدي سنة كعب دونته صفاتك إليهن ضررك كله ويكلد بدليه ضدك كعب بينا ويكلد بدليه أيقنا ويكلد ويهن وكلد مهمسيهن وكالنبي صلوات ربي وسلم عليه ما إيقاري كران كوا كله لكن النبي والبحوض وليه ومدي سنة كوا أروري دونته سيدة صحيحة مركة حديث النبي كتوصي صلوات ربي وسلام عليه الله تبارك وتعالى وحو نبي محمد كرامي ومدي سنة كرامي إنه سيي حوض حي لها إلهي تبارك وتعالى حوض صفات خاصة له أي إلهي كرامي تبارك وتعالى صفات كيسا وحا كم إذا مثلا وحو نبي كشاك صلوات ربي وسلام عليه إن يهي محوءها يوبي آدي آد أبلادن آد ما أدر مسافة دي سدررك هي بلعنا آد أيوهين نبي قوحو تلمامي صلوات ربي وسلام عليه حوتك يدرك إساقا بيا كتيرا بيهاس وبيو ونبي صلى الله عليه وسلم إليهين أحلى من العسل ملب كواكم عين أشد بياضا من اللبن حق عدان يميضب كنا عانها ويكا عدان بديه وأطيب ريحا من المسك حق الريح ذا يأركنا ويكا أدقوهين مسكك وطيبك يوحي له أدقون ميتك أقو أدقون كان ويكا أدقوهين وأبرد من الثلج ونبي صلى الله عليه وسلم بيه سوحي كقبو بديهين برفك يعني برف وكقبوهين ملبك وكمعايهين عانها وكعديهين وذيقنا مسكيغا يوحي لها أدقى متك أو أدقون ويكا أدقون بديهين بيهاس أيا ليلة هذا يميش أي كتشرة صفات كاله أيا حوض لو يقانا نبي قالوا صلوات ربي وسلام عليه مركز سياس وكوت المامي آد إنو أبل عليها يبوشيغي حقهاتي بلر كيسة يدرر كيسونا إسلائيهين وحكسوا قال مثلا إنو يري أي لئي الصنعاء انت إسوكرا أي إسوكرا حديث قالوا حكسوا قال إنو يري انت إسوكرا كعبضة هي بيت المقدس انت سوكلوا إسوكرا يعني وحويان بيت المقدس هي مكة انت إسوكرا أي إسوكرا وحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم عليه درر كيسة يبلع سنة وإسلقها عرضه كطوله درر كي يبلعنا وإسكو إن نبيك ويكسو قانتا صلوات ربي وسلام عليه صفات كاسودن حوضك أي نبيك صلوات ربي وسلام عليه أيو كتل المامي أحاديث تكسو أرورته حوضك أي كهد ليس نبيك الدر كيسة آخر إلهي السيد تبارك وتعالى وحديث آذف ربضا
وقاريسة سيدة علماء حديثكم أي تلماميان إلى حد تواتر بقاريسة تواتر وحديثة أنشكي وكتشرين إنا السوغانتهاي وكتمت دروق آدو فربضان أما تشدد آدو فربضان وان لما لين كرينين إن بين إيو اسموتسيس إيو وحقلي كراك مركا حديثة سيئات بيقو فربضانتهاي تلمانتين نبيك صلوات ربي وسلام عليه حوض كيسة هي در كيسة وحكة تلمانتي صفات كأولية هاي يهاس هي در كاسنا كوا هدا أن تلماني وحكة مدي هاي عدي إلهي تبارك وتعالى وقره إني كو أرورته وأي كعبته وإلهي النصيب أصي تبارك وتعالى حياله وكهي لي وحكة كمدا ونبيك الشيخ صلوات ربي وسلام عليه لمن شرب منه لم يظمأ بعده أبدا بن برسول الله عليه وسلم روحي كعبة ودركاس انتو تقو هل مر كعبة مرضا بولي جي يأليه دبء أومي ماي السجي أوم وإسدينية بمعنى يعني دتكو آخر مر كلا تقو وبنانك عرصات كقيامة اللي استاقو وقرح دتكو اللي وصور دوي دتكو آد بأوق بنية ديد آدو فربنا وكدا دانية إلى النبي صلى الله عليه وسلم على أوت المامي ليدك كذاته أيا أنتو نلقى هاس وقالوا تدبات نلون أنتو نلقى هاس وقالوا وصلنا قنيه مركو صلنا قدر ليدك كرو صباحه أيو مرك الروح والبوح أقبنا يا دم بيجوس أنتو دنا دتك قاركو ليدك هذا أدو كل الحوس وقاريا محو هاي نلون كدحلس dadka qaar kood wuxuu qabanayaa sinta iyo meesha maryaha laga xidho dadka qaar kood wuxuu qabanayaa feeraha u soo gaaray dadka qaar kood ilaa dhagaha dadka qaar koodna dhididkaas waa la qiyaabo wuxuu ahaayay isagoo dhan bay dhex galayaan waa la oomayaa marka waa la rafaadayaa waa la oomayaa waa la gaajoonayaa oonka kadib markii la oomo ayaa ilaahay tabaaraka wa ta'ala wuxuu siinaya nabi maxamed sallallahu alayhi wa sallam calay umadiisa xawdkaas laga cabaya marka xawdka markii laga cabo oonki horena waa goynaya irafaadkii la soo maray waxa kale uu leeyahay in aan dib dambaba ruuxaasi oon u qabannin waliga iyo allaha oon iyo adiga meeshaas isuu keen dambaynaysa iyahaasi xawdkaasi markii laga cabo sifadaas ay leeyahay oo waxa kaga gadsan yihiin biyaha kale la cabayo tabcan markaad ooman tahay oo biyo cabto biyihii waxoogaa kadib markaad ka joogto hadana waad oomaysaa sababtii oonka keenaysay markay ku qabato hadana oonki waa kugu soo noqonay hadana biyo kale aad u baahanaysaa hadana oonki waa kugu soo noqonay hadana biyo kale aad u baahanaysaa biyaha darku sidaas oo kale ma biyaha darku wax weeyaan hadii aad cabto biyo oo dhan way kaaga filihiin oon dambe is arki maysaan allahumma inaad adigu biyaha faakihaysi iyo u cabaysa mooyee laakiin baahi ku qaban mayso waxay jarayaan oon oo dhan bay goynayaan sifaadka ilayhiin nabigeena ku tilmaamay way salawaatu rabbi wa salaamu alayhi waad ku tilmaamay xadiiska macnaha sheegaya waa soo saaray bukhari iyo muslim min xadiith abd allah ibn umar hawdi masiratu shahr ibn nabiy sallallahu alayhi wasallam darkaygu wuxuu u jiraa bil socodkeed yaani dad lugaynaya meel ay bil u socon karaan ayuu isu jiraa zawaayaahu sawa dhinacyadiisuna waa siman yihiin yaani afartiisa dhinac iyo wuxuu ahay zawaayaadkiisa oo dhan waa wada siman isleegihiin ma kala dheera ma'uhu abyadu min alwariq wuxuu nabigu sallallahu alayhi wasallam biyihiisu waxay ka cad yihiin wariqa wariqa waa fidada fidada ama silfarka way ka cad yihiin wa raaihatuhu atyab min almisk urkiisuna wuxuu ka udgoon yahay miskiga wa kizaanuhu ka nujuumi samaa koobabkiisa lagaga cabana waxa ay leegihiin tiradoodu xidigaha tiradoodo kale samada xidigaheeda xidigaha samada ku yaala tiradooda tira la'eg oo koobab abayaalo oo lagaga cabaya markaas nabiga wuxuu sallallahu alayhi wasallam man shariba minhu fala yadhma ba'dahu abada ruuhi ka'ba marka wax marka dambeysa ama dib dambe oo mi maayo oo is arki maayaan rasuulku sallallahu alayhi wasallam xadiithka bukhari iyo muslim
ayaa soo saaray tilmaamaya faa'iidooyinkiisa inay ka mid tahay ciddii hal mar ka cabtay inuusan dib dambe uusan u oomaynin nabiga darkiisa salawaatu rabbi wasalaamu caleyh. Waxaa soo aroortay xadiista nabiga ku timi sala allahu caleyhi wasalam in ay jiraan dad darka nabiga sal alla alay wasalam iyo webiga qiimaha badan ee ummadda nebigu ay ka cabi doonto la mari doono dad loo diidi doono, dad loo diidi doono ayaa jira, dad waxaa jira xawdkaas laga hor istaagi doono oo laga leexin doono oo dadka ku abtirsada ka mida ummadda nebiga salawaatu rabbi wasalaamu caleyh. Dadkaasi asbaab baa keentay in laga leexiyo. Mathalan xadiista nabigu waxaa ku soo aroortay salawaatu rabbi wasalaamu caleyhi, asbaab keeni karta in aad ka qaddo darka nabiga salawaatu rabbi wasalaamu caleyhi iyo kacabitaankiisa. Waxaa ka mid a mathalan oo nabigu tilmaamay sal alla alay wasalam, haddii aad dadka daalimiinta ah ee gardaran, khariban, dadka dulmiya awoodooda u isticmaala, dadka haddaad garab siiso ood u kaalmayso ood gacan siiso, darka nabiga ka cabi maysid salawaatu rabbi wasalaamu caleyh, waad ka qadaysaa waana lagaa celinaya. Dadka aad dar garab siinayso ood u kaalmaynayso dulmiga aad ugu kaalmaynayso ama madax ha noqdeen kursi ku fadhiyo oo jago haysto oo dowladnimo haysta, dowladnimadoodiina dadka ku dulminaya, raciyadda iyo dadka ku dulminaya, ama kooxa noqoto awood leh oo awooddeedii dadka ku dulminaysa oo baqi iyo xadgudub samaynaysa, haddaad u kaalmayso garab ku siiso dulmiga iyo baqiga, ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu xukumay in darka nabiga sallallahu alayhi wasallam lagaa leexiyo oodan ka cabin. Xadiidka macnaha tilmaamaya waa xadiid Kacab ibn Cujra ayaa nabiga ka warinaya salawaatu rabbi wasalaamu caleyh. Wuxuu leeyahay Kacab, kharaja ilayna rasuulullaahi salallahu calayhi wa aalihi wasalam, nabiga ayaa nagu soo baxay buu yidhi, nabiga ayaa nagu soo baxay, wa naxnu juluusun calaa wisaadatin min udmin, annagoo ku fadhfadhina barkin ka samaysan harag la magdiyey, harag la magdiyey barkin ka samaysan annagoo ku fadhina ayuu nabigu nagu soo baxay salawaatu rabbi wasalaamu caleyh. Markaasaa nabigu wuxuu yihi sallallahu alayhi wasallam, innahu sayakunu umaraa, waxaa ahaan doono imaan doona niman madax ah, niman madax ah oo dhalama ah oo fajara ah oo dadka dulmiya, kursigoodii awooddooda raciyadda iyo dadka ku dulmiya, xoolahooda cuna, xuquuqdooda ku xadgudba, u kala eexda, laaya, iska xidhxidha, niman noocaasaa imaan doono dhalama ah oo fajara ah. Wuxuu nabigu sal alla alayhi wasalam, faman dakhala fiihim fasadaqahum bikadibihim, ruuxii dhexgala oo dowladoodiiyo nidaamkooda ka dhexgala, dhexgala oo ka mid noqda, fasadaqahum bikadibihim, beentoodana rumaysta, u rumeeya dacaayadda iyo beenta iyo waxaan ay wadaan, yacni ka rumaysta oo u rumeeya oo la qaata, wa acaanahum calaa dhulmihim, dhulmigii iyo gardaradii iyo xadgudubkii ay dadka ku hayeenna ugu kaalmeeya, falaysa minnii walastu minhu, buu nabi sallallahu alayhi wasallam, kaasi aniga igama tirsana aniguna asaga kama tirsani, bimacnaa wax weeyaan aniga isagu isku jid ma hayna waayo, aniga isaga kala leexanay, beri baan ka ahay isaguna beri buu iga yahay, walaysa yaridu calaya alxawda, buu nabi sallallahu alayhi wasallam, ninkaasina darkayga kusoo aroori maayo, tayib darkayga kusoo aroori maayo, anigana darka waa uga sii horeeya, oo xadiista nabiga sal alay wasalam waxay tilmaamaysaa ana faradtukum cala alxawd, wa nabigu sal alay wasalam, xadiis fara badan, anaa idinka sii horeeya darka. Faradka waxaa la yidhaahdaa xooluhu markay aroorka yihiin oo ceelka soo qabtaan, nin baa laga sii hormariyaa,
ninka ka sii horeeya ceelka uga sii horeeya wuxuu u sii hagaajinayaa wixii xoolaha lagu waraabin lahaa, wadaantii iyo muxuu ahay xarigii iyo meeshii laga waraabin lahaa xoolaha oo darkii ah, wixii buu isku sii hagaajinayaa. Kaasaa waxaa la yidhahdaa luqada carabiga farad baa la yidhahdaa, farad. Marka nabigu wuxuu leeyahay sallallahu alayhi wasallam, anigu ninkaasoo kalaan idiin ahayo darka anaa idinka sii horeeya, anaa idinka sii horeeya anoo joogaad igu imaanaysaan buu nabigu sallallahu alayhi wasallam. Markaasaa rasuulku wuxuu sallallahu alayhi wasallam, dadka marka noocaan sameeya, dadka dalamada u garab istaaga ee dulmigooda ku garab istaaga, calashaani masaalix buu ku qaba, xogaadana abaad ku qabtaa, ama ma ahe dhalashaa idinka dhexayso reer baad wada tihiin, ama ma ahe gruub baad wada tihiin oo kooxnimo iyo maslaxa gruubnimo idinka dhexaysa, ama ma ahe dana kala kaala dhexeeya, ama sidaaduba kuula quman yahay. Dalamada noocaasad ciddii u kaalmayso, garab siiso, warkooda beentaa rumayso, kala qayb qaata dulmigay ku jiraan, nabigu wuxuu yihi salawaatu rabbi wasalaamu calayh, falasta falaysa minnii walastu minhu walan yarid alxawd calaya, buu nabi sal lay wasalam xawdkana ku soo aroori maayo. وَمَنْ لَمْ يُصَدِّقْهُمْ بِكَذِبِهِمْ وَلَمْ يُعِنْهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ فَهُوَ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ وَهُوَ وَارِدٌ عَلَيَّ الْحَوْضَ. بن نبي صلى الله عليه وسلم لمن كان مضحر الظلمة فجر ذا روحي آن بين طوضر رميسنين ظلمي قوضنا آن